دي كانت لقاءات عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة وادي دجلة بكرة. قبل ما نتكلم عن النادي الأهلي أو باقي الأخبار اللي معانا، خلونا نستقبل تليفون من الكابتن أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر الأولمبي طبعا وفريق فيرنتينا الإيطالي، واللي بدأ يتعافى من الإصابة اللي كانت ألمت بيه الرباط الصليبي، وبدأ يشارك في تدريبات فريقه الإيطالي. نطمئن عليه عبر الهاتف. كابتن أحمد حجازي، مساء الخير. ازيك يا ابو حميد؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله رب العالمين. الف سلامه عليك. قول لي، الجو في ايطاليا عندك برد الاول ولا الدنيا ايه؟ لا لا، الجو كويس. اصل احنا عندنا هنا متقلب، خد بالك، يعني يوم برد برضه هنا شويه. طب الف سلامه عليك يا ابو حميد. قول لي، يعني احوالك ايه دلوقتي بعد الاصابه الاخيره؟ وانا عرفت ان انت بدات تتمرن مره اخرى. الحمد لله، والله ابتديت اتمرن كده من 3 ايام حاجه، والحمد لله يعني العلاج كان ماشي كويس، وربنا يسهل الفتره الجايه مهمه برضو يعني، ان شاء الله تتم على خير يعني. انت فتره علاجك كلها قضيتها في ايطاليا يا ابو حميد؟ اكيد. انت حبيت ان انت يبقى العلاج كله هناك؟ هو الناس والله يعني من ساعه العمليه كانوا طلبوا مننا، قالوا لي براحتك، عايز تعمل عمليه في اي حته احنا معاك، بس احنا بنرشح لك ده من احسن الناس اللي احنا بنتعامل معاهم يعني. نعم، وده من احسن الناس اللي عملت لكل اللعيبه اللي في ايطاليا يعني، وعن تجربه يعني. فقلت لهم خلاص انا ما عنديش مشكله يعني، وفعلا لما سالت لقيت الناس كلها فعلا عملت عنده، ودكتور كويس يعني الحمد لله. فتره يعني التاهيل كلها عملتها هنا؟ لا، انا عملت اول شهرين عملتهم في الكلينيك اللي انا عملت فيه العمليه مع الدكتور اللي عمل العمليه عشان يبقى متابع الحالة على طول يعني. بعد كده رجعت النادي الفترة اللي هي قبل ما انزل الملعب شهرين في النادي يعني. نعم، قول لي قدامك قد ايه النهارده وتشارك ان شاء الله بشكل جيد في الملعب في المباريات؟ هو الحمد لله يعني انا دلوقتي ما بقاليش مدة كبيرة، بقالي 4 شهور ونص يعني، فابتديت اللي انا اخش في التدريب تدريجيا من اسبوعين، والحمد لله يعني دلوقتي خلاص مع الفريق في التدريبات والالتحامات، بس طبعا مش جامدة يعني، التحامات تدريجيا بخش مع الفريق، وحسب بقى ان شاء الله يعني المستوى يرجع والكلام ده كله يرجع، والجهاز الفني والطبي لما يكون شايف ان انا قادر ان انا اشارك في الماتشات هكون موجود باذن الله. في تواصل بينك وبين الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الفني لمنتخب مصر؟ طبعا الدكتور طارق على طول كان بيطمن عليا من فتره للتانيه، الفتره العلاج ماشي ازاي وكده، وطبعا كان الناس كلها اطمنت عليا بعد العمليه يعني. نعم، بتتكلم طلياني دلوقتي يا حجازي ولا لسه؟ يعني شويه برضه، مش كويس افهم شويه يعني، بس هو الكلام لسه شويه يعني الحمد لله. انما ايه يعني، بتقول جمل ولا لسه برضه بتنقط كده بكلمه بكلمه؟ لا يعني بفهم اللي قدامي، واللي قدامي بيفهمني شويه يعني خلاص. طب لو عايز تقول لجمهورك وحشتوني عبر برنامج سوبر كوره في قناه الشعب، بتقولها ازاي بالطلياني؟ وحشتوني برضه في الوسط. وحشتني يولا. عموما يا حجازي الف سلامه عليك، وان شاء الله كده تعود متالق كعادتك، وتكون خير ممثل لكل جمهور مصر في ايطاليا، واحنا عارفينك راجل وتستطيع ان تقف على رجليك مره ثانيه وتواصل تجربه احترافك بنجاح ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا لك. بشكرك يا ابو حميد، شكرا جزيلا. احمد حجازي لاعب منتخب مصر وايضا لاعب فريق فيرنتينا الايطالي، طمنا عليه انه في طريق الى العوده مره اخرى. خلينا نروح الكابتن حسام البدري، الحقيقه اتكلمنا معاه كده في تصريح سريع، والكابتن بركات